هلا سلطان. هلا يا الحبيب، وانت من متى صرت تركض؟ اوهو، من امس وبديت اسوي رجيم. شي زين، وخاصة انك تلعب رياضة بعد. زين، مع السلامة. وين ساير؟ خلصت الثلاث دقايق مالي ما ركض، شو تبى بعد؟ لكن ثلاث دقايق يا سلطان ما تكفي، الجسم يبدأ يحرق الدهون بعد 20 دقيقة. يعني بالله عليك انت الحين تمشي 20 دقيقة يوميا؟ الله اكبر، لا تحسدني، تعال كل يوم تمرن وياي. سلامي عليك يا سلطان، والله اني مو مصدق عمري، سويت بطل للامام يا سلطان. المفروض الحين استاهل مكافأة، مثلا يعني صينيت مكبوس ولا صينيت برياني. مرة ثانية؟ لكني اخسر وزن بسيط. حتى لو خسرت 5% من وزنك بيساعدك على تحسين صحتك. الصحة وايد غالية، صحتك حياتك.